انا مو قلتها بدايه البرنامج، قلت انه راح اخلي ضيوفي يحكوا لكم الواقع مالتهم. انا قلت لكم ما جايبكم اللي هنا انا حتى اشوف الناس انتم ايش تسوون، لا انا اريدكم انتم تحكون بطريقه غير اللي يشوفوكم الناس بها بالمقاطع، يعرفون كي مو على حقيقته، يعرفون سلام على حقيقته، يحكي لهم ايش يصير وياهم. مو شرط انه الناس تشوفك بالفيديو معناته انه هاي حقيقتك. استاذ تدرون كم قناه دزت عليه وما رحت؟ ما رحت؟ انا ما احب الحكي بحلقه صفر، احب مباشره احلى. صح. او الناس تسمع قبل ما تستلم. صح. هذا سلام سيدنا. وايد سوى علي، ما احب الحلقات الصفراني صراحه. صح. واني ما عندي شيء ضامن للمتابعين، كل شيء يعرفون عني، كل شيء يعرفون. واتحدى متابع كيما ما اعرف عليه شيء، ما اظن. اني عندي ام مريضه، عندي اخت انحرمت من الزواج في سبيل الله تموت. عاش بيبيتي. وانا رجال وحداني. قاعد بين اربع حيطان، ها غفش من غير ثبت. من يعرفون الحدث، جاء محتوى يسوي وشم وسوي تحيات. تحياتي جميع العشائر وجميع المحافظات كلها. بالنسبه لي انا ما لا سبيت سيد ولا سبيت سياسي ولا شقيت صوره ولا حرقت شيء، طشيت بزوجي بدون ما طلع شرفي. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. تمام. كان يجون المتابعات. تمام. سلام. سلام. انت انت منو؟ انت ممثل؟ ممثل كوميدي. ممثل كوميدي. زين، ليش الناس ما تصعد فيديوهاتك بالمشاهد المسلسلات والتمثيل والمسرح؟ ليش ما صعدت؟ أنا أقول لك ليش. هذني قاموا يصعدون، هذني قاموا يصعدون مثلا من يشوفون فنان ويا ما يقدرون يسوون دويتو. بالمناسبة أنا أكو شغلة أكد عليها، إحنا من أهل الله، أنا كيمو ترى على نيتنا رابينه. إحنا مثلا أقول ددا سوى اني هذا المفرد عذرا للمفرده، هاي المفرده مو حلوه يعني. انا المحتوى ما سلام، قصده مداخله، محتوى سلام ضد سواء. ان اي طفل بطه ما تطلع يسمعون الفيديو احس عنده اسهال هيك. لا انا هسه انا هسه من نحكي، لا اقول لك يعني انا اقول مفرده قدام الجميع، انا قدام الناس انا مكشوف قدام الناس. عمي اكو ناس محترمه وعود وملتزمه، عمي يحكون مصطلحات شفتات ما شفتات، ما نريد نحكي غير احنا قدام الناس قاعد نحكي كلها تفشر ثلاث اربع تفشر وتغلط. ليش هسه التواصل بس انا شفت بعيني استاذ عدنان قحطان، شفت بعيني ناس مشاهير يقعدون جوا الجسر يشربون يكفرون. هاي تنعمي مشاهير يقعدون جوا الجسر؟ جوا الجسر يشربون. من هم هذول؟ جوا تله. شلون اقول لك؟ بيصير اقول لك ليش شلون تقول اقول لك استاذ ما نقدر نقول. تدري ليش يعني احنا انت البرنامج تقول لك احنا ما جاي نسقط، بس انا شفت بعيني مشاهير واكو ناس جاي يسعدون عندنا بالانستا يحشون بالفن، هو ورا الكاميرا الله محمد علي الكاظم اني ويغلط ويسب قدام الكاميرا. هلا حبايبي شلونكم؟ يسوي نفسه بريء، هو رب الكفار والافشار. وشدت امي وهي يمي هسه قبل شفنها اذا انا كذاب. لا صادق. انا من اقول لك اقول لك كثر ارباع المقاطع اللي قاعد يسوون يخابروني ترى يتصلون السلام عليكم يابا سلموني من رخصتك راح اسوي دويتو ويا اخو ما تزعل اغلط عليك عادي اغلط. زين ليش يغلط؟ ليش يغلط؟ مجبور يسوي دويتو؟